محو الأمية. خلينا نروح مع حضراتكم لأحد إصدارات مجلس الوزراء الخاصة بهذا الأمر. كان هناك يعني حديث بمناسبة اليوم العالمي 8 سبتمبر من كل عام، ده اليوم العالمي لمحو الأمية. المركز قال إنه مازال هناك 775 مليون شاب حول العالم بيعانوا من الأمية، تلت العدد ده من النساء، وبنتكلم على 61 مليون طفل حول العالم هم أصلا خارج التعليم. وبنتكلم إنه في مصر تم تقليص العدد أو نسبة الأمية لحد 17 مليون. ماذا يحدث في هذا الملف؟ دلوقتي معنا على التليفون دكتور محمد ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. ويعني أنا عارفة أنه الجهود اللي بتبذل في مسألة محو الأمية جهود مضنية وكبيرة، لكن الحديث عن 17 مليون أمي في مصر حديث يعني برضو مقلق الحقيقة، رقم كبير. وإحنا بنتكلم على أنه طول ما في أمية مفيش تنمية. ما هي الخطة وما هي الإجراءات اللي بتقوم بها الدولة المصرية للوصول لحلم صفر أمنية، صفر أمية، وعلى أي سنة؟ ويعني إيه هي الخطة اللي حضرتكم بتقدموها دلوقتي؟ والله أنا بشكر حضرتك على هذا السؤال وتناولك لهذه القضية المحورية الأساسية التي جسمت على صدر الوطن لفترات طويلة من الزمن. اليونسكو، منظمة اليونسكو منذ عام 1967 خصصت يوم 8 من سبتمبر من كل عام ليس للاحتفاء بهذه القضية، فالأمية ضيف ثقيل على المجتمعات، ولكن من أجل تضارس وتبادل التجارب والخبرات العالمية. الهيئة الحقيقة مشتركة مع كل المبادرات الرئاسية الكريمة، 100 مليون صحة، تكافل وكرامة، حياة كريمة التي تجوب الكرة والنجوع والعزب والكفور. الحقيقة إذا كانت الدولة قد وفرت البنية التحتية والبنية الفوقية والبنية التكنولوجية، فليس أقل منا كجهات شريكة أن نقدم هذه الخدمة لمن يستحقها من أبنائنا البسطاء. حرص القيادة السياسية ليل نهار منذ اليوم الأول على الارتقاء بجودة حياة هؤلاء الناس. الحقيقة نسبة الأمية من 2014 حتى الآن تحرر أكثر من 6 مليون مصري من هذا الكابوس المرعب اللي جسم على صدر الوطن. التنمية المستدامة أختي العزيزة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لا يمكن أن يكتب لها النجاح في ظل أمية. الحقيقة نواصل الليل بالنهار من أجل تقديم وجبة علمية دافئة. العالم أصبح يتحدث عن الكثير من أنماط الأمية التكنولوجية والرقمية والكمبيوترية والصحية والبيئية، ولن ينتظرنا طويلا حتى نتمكن من محو الأمية. صحيح. مطلوب منا أن نقدم كل الأنماط. طب دكتور محمد، باختلاف يعني ما يحدث في العالم زي ما حضرتك بتقول واختلاف أنواع الأمية، وإحنا بنتكلم عن 17 مليون أمي مصري، هل هناك الحمد لله بالتحديد الرقم التحديدي حتى آخر إحصائية دورة أبريل 15,889,000، وبعد دورة يوليو إن شاء الله هتنزل ل 15 مليون وحوالي 600,000. إذن الأعداد في تناقص لأنه العمل مستمر، لكن أعتقد إن إحنا لا، الأعداد في تناقص، وعندنا من هذا العدد 4 مليون منهم يزيدون القراءة والكتابة بس محسوبين على مصر كأميين لأن معهم مؤهلات. إن شاء الله بنسعى في الفترة القادمة إن إحنا ننزل ال 4 مليون دول بأسرع وقت ممكن من هذا العدد إن شاء الله. طيب دكتور، أنا عايز أسأل حضرتك، هل يعني يمكن اللجوء لأساليب مختلفة لتسريع وتيرة محو أمية العدد اللي باقي ده؟ حضرتك بتتكلم عن تقريبا 15 مليون. العالم ما بقاش يتحدث عن فصول ومعلم وطباشيرة ومنهج، خلاص الموضوع ده انتهى. العالم بيتحدث عن استراتيجيات التعلم الذاتي، السيلف ليرنينج، التعلم الذاتي. أنا ممكن أودي أحول النص المكتوب إلى نص على الواتس او الفيسبوك، يقدر الام سواء كان في الغيط او في البيت او في السوق او في اي شغل يدور الدرس ويسمعه. دمج التكنولوجيا في ملف التعليم اختصر عدد ساعات التمدرس بالنسبه للام اللي كانت بتمتد من 550 ساعه ل 600 ساعه. نزلت من 400 ل 430، وبعد دمج التكنولوجيا بشكل كلي وشكل اشتراكي بدأت تصل إلى 135 ساعة. التكنولوجيا أصبحت توفر الوقت والجهد والتكاليف وتكسب عملية التعلم المتعة وتجعلها شيقة. دور الشباب في القصة، الجامعات أحدثت نهضة، وحضرتك مع معالي النائب أحمد الحقيقة يعني أنا بشكره على جهده الجبار، وعندنا في الهيئة أكثر من لقاء مع العاملين بالهيئة
نعم نستطيع كجهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني التغلب على كل التحديات الاجتماعية التي تواجه المجتمع المصري ومنها قضية محو الأمية. الحقيقة محو الأمية قضية مسألة أمن قومي، حديث فخامة الرئيس الأسبوع الأخير من رمضان مع أحد المجندين وحثه على ضرورة تعلمه للقراءة والكتابة إن دل فإنما يدل على إيمان فخامة الرئيس بأن تأمين الوطن بالعلم لا يكل في الأهمية عن تأمينه بالسلاح. مصر تستطيع. تكريم فخامة الرئيس بسيدة أيقونية من محافظة المنوفية تعدت 87 سنة ويقوم بتكريمها فخامة الرئيس. كانت صورها مبهجة جدا ومبشرة جدا الحقيقة. من أجل إعطاء الشباب الأمي أن المصريين قادرين يصنعوا الفارق تماما كنموذج نماذج التحدي اللي بتعكس قدرة المصريين على البذل والعطاء والتضحية والفداء. مصر تستطيع كلما تعاونت الجهود. مصر دولة مؤسسات أختي العزيزة، عندنا جامعات، عندنا مصانع، عندنا نوادي. طيب عندنا دكتور محمد، حضرتك بتتحدث عن الأرقام وبتتحدث أن كل 4 شهور هذه الأرقام بتتغير. الخطة للسنة القادمة الأرقام دي بتتغير. الحقيقة خريطة الأمية في مصر تغيرت منذ أن نوه إليها فخامة الرئيس أول مرة رأس الدولة بيتحدث عن قضية جوهرية باتت منسية لسنوات طويلة من الزمن. القصة دلوقتي مصر تبنى من جديد. المدخل الجيشتالت أو الكل في التنمية اللي بتجسده حياة كريمة اللي لا تهتم بالتعليم فقط ولا بالصحة فقط ولا بالبنية التحتية فقط ولا بالبنية، كله في آن واحد. الإصلاح منظومة متكاملة الأركان، مش هنعمل حتة ونسيب حتة، مش بالتجزئة. الإصلاح الزباكج كلها منظومة رزمة من الإجراءات بتسير بالتوازي جنبا إلى جنب من أجل الارتقاء بحياة المصريين. حرص القيادة السياسية وتوجهات معالي فخامة الرئيس من اليوم الأول لنا في هذا الملف، مواصلة الليل بالنهار من أجل التحرر من هذا الكابوس المرعب بمزيد من التضافر والشراكة والتشبيك. وده الحقيقة الدور الأساسي اللي بتقوم به الهيئة. الهيئة دورها الأساسي والتشبيك والشراكة مع الجهات الأخرى اللي في الدولة سواء كانت منظمات مجتمع مدني. عندنا 40,000 جمعية، لو كل جمعية قبل ما توفق أوضاعها كل سنة عملت 1000 أم، بنتكلم في 4 مليون. الجامعات وبما تمتلكه من موارد مادية وبشرية قادرة على النهوض بهذا الملف. عندنا رقم تقريبي يا دكتور السنة الجاية المستهدف كام؟ الجامعات لوحدها الشباب أختي العزيزة، وانت كنت بتتحدثي مع معالي النائب أحمد عن الشباب. الشباب لسان الأمة الناطق وعقلها المفكر ويدها البانية. كتبنا بالشباب. مصر طاقتها 60% من طاقتها من الشباب. صحيح دكتور محمد. يعني أنا بسأل حضرتك عن الرقم المستهدف للعام القادم في مسألة محو الأمية. دكتور محمد حضرتك سامعني؟ أنا سامع حضرتك. بسأل حضرتك عن الرقم المستهدف أو الخطة المستهدفة بالنسبة لكم ك يعني جهاز تنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار للعام القادم، الرقم اللي احنا شغالين على محو أميته قد إيه؟ الحقيقة السنة دي احنا عملنا رقم لم يتحقق في تاريخ الهيئة، وده مش شطارة مني ولا من ده الدعم وتعاون الجهات الشريكة مع الهيئة. العام دعم 903,000، ومستهدفنا في العام القادم قد يصل الى 1.5 مليون أمي. المتبقي هذه القيمة المتبقية زعين على 4 سنين ان شاء الله قبل 2030 بسنة ان شاء الله نعم مصر خالية من الأمية. أعلننا هذا العام محافظة جنوب سيناء خالية من الأمية، وبعد أشهر قليلة سنعلن بعض المحافظات الحدودية اللي توجهات القيادة السياسية. المحافظات المتصدرة في الأمية سنعلنها إن شاء الله خالية في غضون عام أو أقل إن شاء الله. المحافظات اللي هي فيها أمية أكتر من محافظات أخرى إيه هي؟ الحقيقة كلما قبع الفقر قبعت الأمية. محافظات الصعيد الحقيقة وتأتي المنيا على رأسها وتأتي البحيرة في وجه البحري. محافظات الحقيقه يعني، والحقيقه انا انتهز الفرصه بالمناسبه واوجه كل الشكر والتحايا وخالص التقدير للمحافظ بن سويف. هذا الرجل تولى المحافظه في 2020 وكانت نسبه الاميه عنده 44%، نزل بها ل 21%، اكثر من 50%. فخم معالي محافظ جنوب سيناء خالد فودة، سياده اللواء خالد فودة، فخر كل موارد المحافظه من اجل التخلص من هذا الكابوس واستطاع ونجح. ونسبه الاميه في جنوب سيناء 5%، اخر الصفر افتراض اللي حددته اليونسكو. الحقيقه مصر تستطيع كلما تجملت الجهود وخلصت النوايا ووضع الفرد المناسب في المكان المناسب والتركيز على الثقافه
تطوع الشباب كانت مؤتمرات الشباب أكد على دور التطوع ودور الشباب في خدمة قضايا المجتمع وبخاصة الاجتماعية. صحيح. تستطيع الدولة تمتلك مؤسسة. تقدم أفضل دايما إن شاء الله وربنا هيعيننا على هذا الملف ونعلن مصر خالية ممكن قصيرة المدى ممكن في عام الدولة ما هي إلا أسر ومؤسسات لو كل أسر أو كل مؤسسة سالت تستطيع في عام واحد نعلن مصر خالية من الأمية. صحيح. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للكبار، وبالتأكيد يعني إن احنا تكون بلدنا خالية من الأمية، صفر أمية، ده حلم لكل المصريين وطريق يعني كبير نحو التنمية. والحديث عن التنمية بدون علم وبدون محو الأمية يعني حديث ينقصه الكثير.